بسم الله الرحمن الرحيم. مواصلة البرنامج الأكسل، طبعا تعرفنا في المحاضرة السابقة على التصميم اللي تم. الآن أريد أن أضيف لكم شيء بسيط. يعني مثلا الآن كان في معنا بعض الأشياء، مثلا اليوم قبل بداية هذه الأشياء إن شاء الله سنتطرق اليوم لموضوع قواعد كتابة الصيغ الحسابية. أي صيغة حسابية يتم لها قواعد معينة ستعرف إن شاء الله لها. العملية الحسابية الرئيسية والأولويات اللي بينها، دالة الجمع ودالة المعدل، هذا إن شاء الله ستكون في هذه الجزئية تنطرق لها إن شاء الله. الآن بس نريد قبل أن نبدأ في القواعد الصيغ الحسابية، بس مثلا في معنى في حالة التصميم، مثلا إذا ذكرنا مثلا زي مثلا السبت. طيب اذا انا السبت مثلا ايش اسوي؟ جدول السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس. طبعا البرنامج يوفر لي هذه الميزه، اذا ضغطت في هذه المنطقه السوداء ظهر لي المؤشر بشكل اسود، ضغطت عليه وسحبت الى تحت تلاحظ انه ايش تم ترتيب الاحد، الاثنين، الثلاثاء الى السبت والاحد ايش مره اخرى. في حاله اذا كتبت مثلا اشهر او شهر من اشهر السنه، وكمان نفس الطريقه، كمان اذا سحبت مثلا في هذه المنطقه وسحبت بهذا الجانب عكسي، اما كمان يناير مثلا بنفس الطريقه هذه انا سحبتها بهذا المكان. كذلك في حاله اذا كتبت مثلا مثلا بالانجليزي ساتردي وسحبت، لاحظ انه كتب نفس الطريقه ميزه. لكن في حاله اذا كانت ارقام مثلا 10 ورحت سحبت، هل سيتم السحب؟ طبعا لن يتم السحب، يعني اذا تم السحب لن يتم عمل السلسله الا في حالين، لانها ارقام غير محدده غير معروفه. لكن عندما نضغط في هذه المنطقه ونختار حاجه اسمها تعبئه السلسله، يتم تعبئه السلسله من 10 الى 18 مثلا، واذا تم زياده السحب فيتم سحبها الى 20 وما شابه. طبعا هذا في حاله موضوع كتابه مثلا استيراد كجدول او كذا، يساعدني البرنامج في هذه الاشياء. سنتعرف ان شاء الله اليوم على قواعد كتابه الصيغ الحسابيه. أي عملية حسابية، جمع، طرح، مثلا المجموع، المعدل، أي عملية حسابية بسيطة لابد ما لها من قواعد. أول قاعدة الأساسية إنه أي عملية حسابية لابد أن تبدأ بإشارة المساواة، بيساوي. مثلا أنا رحت بهذه المنطقة كتبت 10 مثلا زائدا 5، عملت انتر لتنفيذ العملية. هذه العملية لن تتم او لم يتم الجمع ب 15، ليش؟ لان اصبحت كاني نص الان، كاني نص، ليست عملية حسابية. قلنا لابد ان تبدا العملية الحسابية باشارة ليش؟ المساواة. اذا مثلا بنفس المنطقة، هذا المكان اشيط الصيغة في هذه المنطقة وفي هذا المكان، اشتغل سواء في هذا المكان او في هذا المكان، لا تفرق معي بهذا الشيء. الان كتبت مثلا يساوي ورحت عملت صح او انتر، ايش ظهر؟ المجموع مباشرة احتسبت كعملية حسابية. الآن مثلا قلنا الشرط الأول، لابد أن تبدأ أي عملية حسابية من اليسار لليمين. مثلا رحت بهذا المكان، الشرط أو القاعدة الثانية، لابد أن تبدأ، أو مثلا الأكسل عندما أكتب عندما ينفذ الأكسل العملية الحسابية يبدأ من اليسار لليمين. القاعدة أو القاعدة الثالثة، لابد إذا فتحت مثلا في عمل حسابية هنا أقواس فتحتها مثلا، لابد أن تغلق. مثلا فتحت 3 أقواس، لابد أن تغلق 4 أقواس، في ثلاثة يعني فتحت 4 تغلق 4 في المكان المحدد، لأنه إذا اختلفت يمكن إيش تغير في 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 مجريات العملية ويختلف في الناتج. لكن لابد من مراعاة إغلاق الأقواس بعددها. القاعدة الرابعة، ليس هناك فرق في كتابة مثلا الخلية. هذه مثلا الخلية، هذه مثلا لو رحت مثلا هنا عملت أوكي، مثلا رحت قلت هنا يساوي، تمام، ما رحتش مثلا الشيء أجمع مثلا 66 و77، قلت مثلا 76، لا أنا الشيء مثلا بعض الأحيان ممكن تتغير. أنا قلت له أنا اجمع لي الخلية هذه اللي اسمها بي كم؟ ب6. بعد ضغطت عليها ظهرت لي ب6، قلت له زائدا ب، مثلا ضغطت على هذه المنطقه اكتبها كتابه او احددها. فالان عملت انتر مباشره 143. طبعا هنا بهذه الطريقه سواء القاعده الثالثه او الرابعه
لا يفرق، او مثلا لا يوجد فرق ما بين اذا كتبت الخلية بالسمول او بالكابيتال. طيب القاعدة الخامسة والأخيرة، هناك يعني ضرورة لابد أن ننتبه لها، وهي إذا كان مثلا ليش اسم الخلية. شوف أن لو تركزوا الآن، الخلية بي ستة يعني بدأت بالحرف والرقم وليس العكس، مثلا ستة ستة بي أو يعني مثلا ستة بي، هذا عن القواعد الأساسية. نعود ونتذكرها مرة ثانية، لابد أن تبدأ العملية الحسابية بالمساواة، لابد عفوا الأكسل يبدأ تنفيذ العملية الحسابية من اليسار إلى اليمين، بس مع مراعاة الأولوية. بنلاحظ إن شاء الله إيش الأولويات. ثلاثة، لابد أن تفتح الأقواس وتغلق، عد الأقواس اليسارية لابد أن تتساوي مع اليمينية. الأربعة، لابد او عفوا ليس هناك فرق ما بين ان تكتب الحرف الخليه البي مثلا كذا كابيتال او سمول، لابد او الخليه تسمى بالحرف والرقم وليس العكس. طيب مثلا الان مثلا احنا ذكرناه في حاله انه اذا كان اذا الاكسل نفذ عمليه يبدا من اليسار لليمين، بس قلنا مع مراعاه ليش الاولويه. طبعا احنا نعرف العمليات الحسابيه، مثلا هنا معي اللي هي الاقواس، الجمع، الضرب، القسمه، الزائد، الجمع، الطرح، والقسمة، والضرب، والأس. تمام، هذه عبارة عن عمليات حسابية، مثلا عمليات حسابية. الآن أنا بالنسبة لي مثلا كيف تتم الأولوية؟ الأولوية طبعا تبدأ برقم واحد، الأولوية لمن؟ للأقواس. اثنين، الأولوية رقم اثنين تبدأ للأس، طبعا الأس يرمز لها بهذا الشكل. يعني مثلا أنا نعمل مثلا اشتي مثلا أطلع مثلا أس معين، أكتب اثنين، أعمل هذه العلامة فوقها اثنين، يعني اثنين أس اثنين. طيب ثلاثة، الأولوية الثالثة وهي للقسمة، علامة القسمة. طبعا هنا تتعامل مع حرف الضاد، في معك هنا علامة الاستفهام أو الشرطة. طيب أربعة اللي هي الضرب اللي هي الشفت، مع ثمانية الأولوية الخامسة وهو الجمع، والأولوية السادسة وهي للطرح. طيب بهذه الحالة الآن الأولوية للإيش؟ للأقواس، للأس، للقسمة، للضرب، للجمع والطرح. مثلا نعمل عملية حسابية معينة، لو افترضنا مثلا رحنا قلنا لابد أن تبدأ العملية الحسابية بيساوي، رحت مثلا قلت له مثلا عشرة ناقصا خمسة كمان قسمة مثلا خمسة زائدا اثنين في ثلاثة زائدا واحد. طبعا الآن هذه عملية حسابية يتم الآن ايش التنفيذ، انتر او من ادخال. كم طلعت النتيجة؟ عفوا احنا كتبناها في هذه المنطقة، نعمل لها قص. طبعا هنا كان اوكي، خلينا ننفذ العملية في هذه المنطقة. طيب الآن لو عملت صح، طيب كم طلع الناتج؟ 16. طيب في هذه الحالة 16. الآن مثلا لو كيف، هل تم من اليسار لليمين؟ لا، لو لاحظنا مثلا قلنا 10 قسم ناقصا 5 5. طيب 5 قسمة خمسة واحد، واحد زائد اثنين ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، واحدا زائد واحد 10. إذا النتيجة ايش؟ غلط، لكن هنا كان في مراعاة للأولوية. يعني الآن مثلا لو رحت بهذه المنطقة تمام وقلت له مثلا افتح لي قوس وغلقه هنا، طيب هنا الأولوية احنا قلنا لمن يبدأ يشوف يبدأ من اليسار، هل يبدأ ينفذ من اليسار من 10 من هذا المكان؟ لن يبدأ بهذا المكان. ليش؟ لأنه بيروح يدور الأولوية، الأولوية لمن؟ للأقواس، إذا يبدأ من هنا.
برغم انه يعني الاولويه رقم 5 للجمع، لكن هنا يبدا بها لانه قوس. الان يبدا داخل القوس، شوف انا كم النتيجه، ما دام عملت الان قوس، هل النتيجه كانت بيظهر زي ما كانت اول 16؟ اختلفت 17. كيف؟ نشوف الان. مثلا الان الاولويه لمن؟ للاقواس. راح فتح القوس وقال لي 3 زائدا 1 كم اصبحت؟ 4. طيب حلو، 4 يرجع من البدايه. هل الاولويه للطرح او للقسمه او للضرب او للجمع؟ مثلا انا بقول ليش بيكون هنا مثلا 1 5 ناقص يعني قسمه 5 بيكون فيها 1. طيب حلو، بيبقى هنا 1 وهنا بيكون ايش كم الناتج؟ 4. طيب بعدين الاولويه هل للجمع ولا للطرح ولا للضرب؟ اكيد للضرب، يبقى يكون 2 في كم؟ 2 في 4 بيكون 8. طيب 8 وهنا كم؟ 1. طيب بيكون هنا 1 زائدا 8 9. 9 صح؟ طيب الآن مثلا كيف عمل الآن؟ كم الناتج؟ أصبحت 17. بهذه الطريقة بيتم إيش؟ أول شيء مبدئيا يبدأ من اليسار لليمين. الآن اختلفت ليش؟ النتيجة. فالآن نلاحظ إنه يعني الأولوية، الآن لو رحت غيرت مثلا القوس، مثلا غيرت مكان القوس تمام، قلت له مثلا القوس خليه بهذه المنطقة، ابدأ لي بهذه المنطقة مثلا، نفتح القوس هنا. طبعا نفتح القوس الشفت مع التسعة، الشفت مع الصفر. الآن رحت مثلا وقلت أوكي، كم الناتج؟ 8 فاصل، اختلفت النتيجة لأنه هنا الآن بيكون يعني 5 قسمة كم؟ قسمة 7، فيكون في هناك فيها كسور. إذا ركزنا على هذا الموضوع، هذا بالنسبة لمن؟ للأولويات. طيب الآن مثلا لو قلنا مثلا الشيء العملية الحسابية مثلا زي الجمع والطرح، مثلا رحت لهذا المكان وقلت مثلا يساوي مثلا 2 زائدا 6، انتر. اوكي، رحت مثلا غيرت الزائد الى ناقص، اوكي نزل 3 سالب 3. طيب حلو، لو رحت مثلا قلت مثلا علامة اللي هو الضرب اللي هي الشفت مع الثمانية، طلع لي ايش؟ 18. اذا قلت مثلا قسمة، بيكون ايش؟ نص. طيب في حالة اذا كان مثلا اذا كان معي 3 زائدا 2، كيف نعمل الاس؟ 2 الشفت مع الستة وبعدين 2. طبعا هنا 2 ايش معناها؟ يعني 2 اس 2 بيكون كم؟ 4 زائدا 3 بيكون كم الناتج؟ 7. يعني طبعا طيب في حاله واحده ثانيه اخرى، انه مثلا لا العمليه الحسابيه ليست مشروطه فقط في الارقام، انما ممكن اسماء ارقام الخلايا. مثلا انا شيء اجمع مثلا الطالب محمد مثلا هذه الآن، بدل ما اكتب انا الرقم نفسه احتمال تتغير النتائج، تغير الدرجات، تتعدل. فانا اخلي مثلا اقول مثلا هنا ايش قلنا؟ بي كم رقم الخلية هذه؟ مثلا بي 6، هذه بي 6 رحدها البرنامج، قلت له زائدا مثلا كم اللي هو سي 6، قلت له انتر. الآن كم طلع المجموع؟ ايوه هنا 100 وكم؟ 143. لو رحت مثلا انا عدلت في ال 66 هذه وخلتها 99، ايش اللي بيحصل؟ لاحظوا هنا كم النتيجة؟ 143. بس في حال إذا عملت إنتر تم التغيير مباشرة إلى 106. خلاص الآن هنا أنا قلت له اجمع لي فقط، اجمع لي الخلية هذه الآن كل مرة يتم إيش؟ إذا تم التعديل عليها يعتمدها. طبعا هذا بالنسبة لموضوع الجمع والقسمة والضرب والطرح. الآن مثلا موضوعنا اليوم إن شاء الله ننشئ جدول ونضيف مجموعة من الأعمدة، وندخل فيها مجموع الطالب والمعدل، مجموعة من العمليات الحسابية. مثلا نبدأ مثلا في ورقة رقم 2 طبعا عادي فاضية. رحت مثلا قلنا زي ما في البداية، يعني ممكن أنا أروح مثلا أختصر يعني الكلام وش أسوي هذا الشيء، أروح قلت له مثلا انسخ لي هذا الشيء كترل سي، ورحت لرقم 2 ورحت في هذه المنطقة وحددت بنفس المكان، قلت له دمج وعملت له لصق كترل لصق
أو إذا ما إذا مثلا لم يتم مثلا هذا أنا اعتمادها لأني في ورقة ثانية، هذه مش يعني مشكلة، نروح ننتقل إلى الورقة رقم 2 وكتبنا مثلا كتابة، أو تم إيش النسخ، مثلا نخليها مثلا نكتب الجدول أو الكشف. طيب حددت على النص وكبرت الاسم، ورحت مثلا هنا الآن، رحت قلنا الآن في بداية الأمر نروح نعيش نحدد، عادي مش مشكلة، نحدد مثلا يعني حجم الجدول، وكتبنا في هذه المنطقة مثلا قلنا هنا الاسم، عادي ممكن حتى نبدأ في الكتابة، وتم بعدين التصميم في لاحقا. الاسم مثلا محمد أحمد عبد الله. طيب هذا مجموعة من الأسماء، هناك معي مجموعة من المواد، بالنقل بالسهم للأيسر مثلا حاسوب، مثلا رياضيات. طيب أنا الآن معي 3 مواد ومعي 3 طلاب، مثلا هنا الآن قلنا مجموعة من، نكتب مثلا مجموعة من الدرجات، الآن تم تعديل زي ما اتفقنا، قلنا نروح ايش نحدد على مجموعة من نحدد على مجموعة من الخلايا، ونعمل حاجة اسمها إدراج وجدول، هذه الطريقة الأولى. أو بالطريقة الأخرى التي هي من الصفحة الرئيسية، تنسيق كجدول، واخترنا موضوع اللون البرتقالي أو الأخضر أو الأزرق بهذا الشكل، اخترنا مثلا التصميم الأزرق، وتم اعتماد شكل الجدول. طبعا لاحظوا معانا انه هنا في معانا في العمود رقم او الصف رقم 3، صف او عم الصف الرؤوس، نلغيه من تصميم بحيث يظهر بهذا الشكل. الان مثلا في بالنسبه لتصميم الخط، يتم اعتماد الخط مثلا حق 18 17 بهذا الشكل. الان مثلا بدايه اليوم كيف نطبق او نظهر او المجموع المجموعه من الطلاب، مثلا في هذه المنطقه رحت كتبت هنا المجموع، تمام مباشره طبعا، ويتم التنسيق. او اذا مثلا اذا ما رضيتش في هذا المكان، ممكن نسحب هذه المنطقه ونسحب مثلا المعدل بهذا الشكل، ونكتب هذه المنطقه المعدل بهذا الشكل المعدل. مثلا الان انا اشي اوجد مثلا الداله، دالة الايش المجموع، طبعا في معانا هنا مثلا مجموع اسمها دالة الجمع، او دالة الجمع اسمها ايش قلنا اسمها سم، هذا سم اسم الدالة سم، دالة المجموع دالة المعدل اسمها افريج، افريج. طبعا الان نبدا نطبق موضوع الايش المجموع. الان في حاله اظهار المجموع بالنسبه للطالب الاول، مثلا قلنا لابد ان تبدا العمليه الحسابيه بالمساواه، فتساوي اكتب اسم الداله، ما هي اسم الداله؟ اسمها صم. طبعا الان لاحظوا انه اول ما كتبتها كتابة، او انه البرنامج يساعدني في مجموع الدوال، طبعا داخل البرنامج الاكسل ما يقارب الى 370 دالة، ما بين عملية يعني دوال حسابية وثلاثية، تعامل مع النصوص مع الارقام مع التواريخ. فهنا نكتب مثلا اسم الخلية اذا كنت عرفتها، طبعا نكتب هنا اختار هذا المكان، نكتب هنا السم. افتح قوس، كيف افتح قوس؟ بالشيفت مع حرف او مع رقم التسعة، في نكتة رقم التسعة في شكله قوس فوق فتحت القوس. الآن أقول مثلا حدد من فين تجمع، أقول مثلا اجمع لي للطالب الأول مثلا رقم 5 من فين، أي رقم بداية الدرجة الأولى مثلا بالعربي في العمود بي، أقول له مثلا من الخلية بي كم، بي 5. الآن مثلا الآن لو قلت له مثلا الآن اجمع لي، أقول له مثلا زائدا سي 5 زائدا دي، لا أنا ممكن أختصر الموضوع الآن وأكتب إلى، اجمع لي من إلى، فنطاق محدد، أقول مثلا من البي 5 إلى، كيف أعمل إلى؟ نقطتين فوق بعض من الشيفت مع حرف الكاف،
نقطتين فوق بعض. رحت الآن قلت له أين آخر مادة يعني مثلا يجمع لي من آخر مادة الرياضيات، في أي عمود الرياضيات؟ في العمود دي. قلت له مثلا دي الكم، طبعا دي 5، ما زلت الطالب الأول، دي 5. الآن أغلق القوس بالشفت مع الصفر أو الزيرو، قلت أوكي الآن أنفذ إنتر، نفذت. الآن كم طلع المجموع؟ 243. الآن نجي نلاحظ هذا المنطقة الشيط الصيغة إنه يكتب لي يساوي من البي كذا. طيب لو كنت مثلا الآن أنا أخطأت وكتبت مثلا رحت عملت هنا الشفت، ما ضغطتش الشفت بشكل صحيح، ضغطت الكاف فقط، ظهر لي حاجة اسمها فاصلة منقوطة. هنا مش فاصلة منقوطة معناها و، الأولى معناها إلى، من إلى، هذه معناها و، يعني معناها اجمع لي البي 5 فقط و اللي هي ايش؟ دي 5. الآن مثلا لاحظوا الآن التحديد على البرنامج إنه حدد لي رقم اللي هو العربي والرياضيات فقط. فالآن لو قلت له مثلا أوكي بيجمع لي فقط اللي ايش؟ الناتج اختلف. لكن لو قلت له مثلا الآن يعني وكنت يعني مركز في هذا الشيء حذفت هذا المثل، قلت له إلى، يجمع لي من إلى. فالآن حدد لي من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، قلت له أوكي أو صح إدخال. الآن طلع لي هذا المجموع. طبعا الآن لو أردت مثلا تطلع إيجاد المجموع بالنسبة للطالب أحمد والباقي عبد الله مثلا بقية الطلاب، بنفس الطريقة أروح أكتب في هذه المنطقة وأكتب إيش يساوي سم، وأفتح قوس وأقول له مثلا الآن من البي كم؟ هل أبي 5؟ لا، الآن قد إحنا في بي كم؟ بي 6 إلى اللي كم؟ إلى الدي 6. الآن أغلق القوس ويطلع لي الناتج كم؟ 253. كمان نفس الطريقة، بس هذه لكن إذا كان معي طالب 2 و3، لكن أنا أستطيع أن أختصر هذا التعب وأروح مثلا هذه الخلية الذي تم تطبيقها في البداية. في معي هنا مربع صغير أضغط عليه وأسحب إلى أسفل، الآن هذه المنطقة وفلت. الآن تلاحظوا الآن معانا مثلا الطالب 253. الآن لو مثلا رحت الآن زدت كمان سحبت إلى تحت صفر، لو كنا مثلا دخلت هنا مثلا مثلا كتبت مثلا اسم جديد مثلا أروى مثلا ودخلت الآن مثلا قيمة، الآن نلاحظ أنه تم جمعها مباشرة. لو رحت أضفت مرة ثانية أي قيمة تتعدل، رحت أضفت مثلا تعدل. ليش؟ لأنه تم السحب مسبقا عادي. فإذا كان مثلا أنا معي مجموعة من الطلاب رحت سحبت عليهم مباشرة، طبعا ايش دالة اسمها ايش؟ دالة الجمع. الآن ننتقل إلى دالة اسمها دالة المعدل. طبعا دالة المعدل اسمها ايش قلنا؟ الأفرج. طبعا أروح مباشرة زي ما اتفقنا أكتب الدالة، أو بداية قبل ما أكتب الدالة اللي هي عملية الايش؟ المساواة، لأنها عملية حسابية. أكتب اسم الصيغة حقي، أي اسمها؟ قلنا أفرج. طبعا في كثير من الطلاب بيتلخبطوا في موضوع الاسبلينج. اكتب اول ما تبدا الحرف الاول والحرف الثاني. انا البرنامج يساعدك في موضوع من ايجاد الخلايا، او عفوا ايجاد الدوال داخل الخليه. الان مثلا اخترت هذا المكان ما عاد كتبتهاش، رحت ضغطت على هذه المنطقه ناقرتين بالايسر، ظهر لي اسم الداله وفتح لي كمان قوس، يعني اختصر لي موضوع ان انا افتح القوس انا واغلق. فافتح لي قوس اقول له مثلا اجمع لي المعدل. طيب اكيد انا بروح اقول له ايش؟ ممكن مثلا بالطريقه الاولى اقول له من البي كم؟ من البي مثلا 5 الى الدي 5، او بطريقه ثانيه اروح ايش؟ يعني اظلل على هذه المنطقه. ظهر لي بس بهذا الشكل. وقلت له مثلا ايش؟ انتر، غلقت، ظهر لي المعدل. لكن هنا انا وش مثلا اعدل؟ الامور ايش؟ يعني مش واضحه. كيف اعدل مثلا الشيء اللي انا اغير فيما بعد؟ لكن هنا يفضل انه يكون ايش؟ انه مثلا اكتبها كتابه بحيث تكون واضحه نوعا ما. اقول له مثلا من البي 5 الى الدي 5، غلقت القوس قلت له ايش؟ انتر. الان ظهر لي ايش؟ 81 المعدل. الان في هذه الطريقه نستطيع ان كمان نطبق هذا الشيء نفس بنفس الطريقه الاولى للمجموع لبقيه الطلاب، حتى لو كان معي مجموعه بالعشرات بالمئات بالالاف من الطلاب، اضغط على هذا بهذه الطريقه واسحب. الان المعدل مثلا للطالب الثاني 84.33، 74. اذا هذه الطريقه اسمها الافرج. طبعا هذا بالنسبه لمن؟ لموضوع المعدل. لكن نلاحظ اذا اخطانا مثلا في حاله انه مثلا واحد قال لي اوكي راح تسحب، ليش هنا الان عند الرياضيات واحد مثلا دخل غلط ما دخل شدي قال الى الاي، طبعا الاي موضوع المجموع، لو دخل مثلا واحد اخطا فيها وعمل اوكي كم يطلع لي المعدل؟ 122.5. هل معدل من فوق ال 100؟ يعني 121 غير مقبول. ليش؟ لانه داخل. لكن الان لابد ان يكون ايش؟
يعني نحدد موضوع ال من يقولوا مثلا من البي إلى الدي. هذا بالنسبة لهذا الطالب الأول، من البي إلى الدي وليس إلى الإي. يعني ملاحظة لابد أن نركز عليها. إذا المعدل الحقيقي الصحيح 81. بهذا القدر نكون خلصنا موضوع اللي هي قواعد العملية الحسابية، تعلمنا كمان العملية الحسابية للجمع والطرح كذا والأولوية بينهم، تعرفنا على الدالة اللي هي المجموع، وتعرفنا على كذلك المعدل. كمان لا ننسى أنه باقي معنا هنا التمارين. قم بإجراء مجموعة من العمل الحسابية، جمع وطرح وكذا. قم بإنشاء جدول عدد من الطلاب بعدد من المواد تم تحديدها من قبلك. قم بإضافة عمود في جدولك مجموع وليش، طبعا إذا تم يعني إضافة الجدول سابقا. تعديل عليه بإضافة المجموع وإضافة عن دالة الجمع، استخدم إظهار وإظهار كذلك المعدل. لنا لقاء إن شاء الله في الجزء الباقي من الأكسل، والسلام عليكم ورحمة الله.